السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا لهذا اليوم تتناول طبعا موضوع كلش بسيط وسهل، بس ممكن بعض الأخوة يعانون من عنده مثل ما أنا عانيت من عنده مسبقا. المحاضرة تنص أنه أنا شلون أخفي أو أظهر بعض القوائم المعينة الخاصة ببرنامج الجي آي إس. مثلا أنا بدي أظهر بعض قوائم، أو هاي مثلا القائمة اختفت عندي لا على التعيين، فرأسا شلون إذا هاي القائمة الجانبية اختفت عندي أظهرها من هذا الاوبشن ويندو، اروح على التيبل اوف كونتينت ظهرتها عندي. اي قائمه ثانيه اريدها تظهر على سطح هنا الخاصه بشاشه البرنامج واستفاد من عندها، اضغط على الجانب الايمن كليك ايسر او كليك ايمن ونختار اي شيء نريده، اي شيء مثلا الدرو، ادوات الدرو راح تظهر لنا هنا، او مثلا عندنا حاليا بس يتحمل البرنامج اي اوبشنات نحتاج، هاي ظهرت الدرو. اذا خاص مثلا بالجيومتريك، خاص بالجرافيك، خاص بالجي بي اس، اي طبقة انا اريد اظهرها او اي اوبشنات خاصة اريد اظهرها اضغط على الجانب الايمن كليك ايمن تظهر لي هاي القائمة بمكان فارغ، اي شيء اريد اسوي منه. وكذلك اقدر اخفي، اقدر مجرد ما ارفع علامه انه الثرو عنها تلقائيا راح انه تختفي هاي القائمه من سطح او من شاشه البرنامج، عدا التيبل اوف كونتينت ها اذا اختفت عندك لاي سبب كان تظهرها من ويندوز. اتمنى تكون المحاضره ممكن تستفادون من عدها، لان هي شيء كلش بسيط وسمبل، لكن احد الاشخاص يحتاجها. ايضا بعد شغله مهمه، اذا اردت ابحث عن اداه معينه، اليوم انا احتاجت انترسكت اقطع او كليب او اي اداه، وما مثلا من ادخل على قائمه التول بار حاليا اشوفكم اياها، ما عرفت منين يعني اظهرها لهاي الاداه اللي اريد استخدمها. كان مثلا احتاج اسوي موزايك، اجمع صور دم مع بعضها، او مثلا اريد اقطع في المنطقه على شيء بفايل معين، او اي سبب كان وما ظهرت عندي. هسه انا اليوم مثلا محتاجه اريد مثلا اسوي كليب اقطع في راستر معين على مثلا شيء بفايل معين، ماذا اندر انا وين صاير هنا، وين ادخل داتا مانجمنت تول سبيشال، يعني ممكن مرات الشخص فش تسوي انت اختصارا يعني مكان الارك تول بوكس، تذهب الى الخيار اللي بصفه اللي هو هذا، احنا مثل ما نسميه سيرش، مجرد ما تضغط عليه راح يظهر لك هنا بجانب شاشة البرنامج اي شيء، اي اداة انت ببالك تبحث عنها تسوي لها سيرش. هسه انا اليوم راح ابحث عن اداة كليب لا على التعيين، اقول له انت راح يظهر لي اياها وين موجودة بالضبط، اقدر اختارها، يقول لي الكليب اللي حتسوي لك كونفيرج، لو اللي هي اناليسيس تول، لو اللي بالمانجمنت، حسب كل من خياراته. هاي شو تحول لي؟ الاولى تحول لي البوليجون، هاي الثانيه المن تحول لي الفيتشرز، هاي الراستر، مثلا انا عندي راستر داتا ست مخزونه كتف، تلقائيا اختار الاداه كتول واقدر اشتغل بيها. هاي ايضا الخيار كلش مهم ويسهل، يعني اكو بعض الامور تسهل علينا هواي يعني وقت وجهد، وممكن تختصر علينا هواي امور. ان شاء الله تكون محاضره هذا اليوم ما كانت بسيطه لكن مفيده في بعض الاحيان. دمتم بامان الله وحفظه، القاكم بمحاضره اخرى، شكرا جزيلا.